كده هولندا رسميا يعني ضمنت التأهل كأول مجموعة برصيد 7 نقاط، وبالتالي البحث عن التذكرة الثانية مازال معلق حتى اللحظة، فاضل تقريبا ثواني بسيطة جدا وتنتهي مباراة الإكوادور والسنغال. حتى اللحظة اللي بنتكلم حضراتكم فيهم السنغال هي المتأهلة. خلينا ناخد ردود الفعل في هولندا على تأهل المنتخب الهولندي، وهل ظهر المنتخب الهولندي بالشكل اللي خلينا نقول أو نراهن على أنه قادم في الأدوار المقبلة قادر ينافس على اللقب؟ خلينا ناخد موريس شتاين مدرب فريق روتردام الهولندي، هيكون معانا في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس. مستر شتاين برحب بيك طبعا، بشكرك على مشاركتك معنا في السادسة، وأهلا وسهلا بيك على شاشة الأهلي. Hi, thank you. شكرا شكرا جزيلا لكم. من بالغ الشرف ان اتواجد معكم على قناه الاهلي. النادي الاهلي ونادي القرن في افريقيا واكبر نادي في افريقيا، وبالطبع النادي الاكثر تتويجا في العالم للبطولات القاريه بعد ريال مدريد. شرف لينا وجودك معنا، وخليني بدايه اسالك عن رايك في مباراه النهارده، طبعا المباراه اللي انتهت بفوز هولندا على قطر، ورايك اجمالا في مشوار المنتخب الهولندي تحت قياده لويس فان جال في البطولة، وهل شايف انه الفريق عبر عن شخصيته او قدم العروض اللي تتناسب مع طموحات جماهير الكرة في هولندا؟ بالطبع نعم، المباراة كانت رائعة اليوم، كانت مباراة قوية ضد قطر. المنتخب الهولندي أدى بشكل جيد، كانت مباراة جيدة. أعتقد أن كأس العالم النسخة الحالية نسخة جميلة، وأعتقد أن المباراة كانت كبيرة على منتخب قطر اليوم نظرا للمستوى الذي يؤديه، ولكن هي كانت مباراة سهلة لهولندا. لا يوجد الكثير من الهجمات ضد هولندا، ولكن أعتقد أن أفضل مباراة كانت المباراة ضد السنغال. هل بتشوف أنه الجيل الحالي بما يضمه من اسماء، ومنهم اسماء كبيره الحقيقه بتلعب في اهم الانديه وحققت القاب كبيره مع انديتها على المستوى الاوروبي، هل بتشوف ان هم يقدروا يحققوا الحلم الهولندي؟ هل القصه فيرجيل فان دايك ورفاقه قادرين يحققوا لقب البطوله، ولا انتم مش مراهنين، او يعني في هولندا سقف طموحاتكم مش واصل لفكره تحقيق اللقب؟ لا، أنا أتفق كمواطن هولندي قبل كل شيء، أعتقد أني أتفق مع الرؤية التي تقول أننا سنفوز بكأس العالم. ربما لم يكن المتوقع أن تنافس هولندا، ولكني أتوقع ذلك. أعتقد إذا أظهرت شخصية هولندا، وإذا نظرت إلى خلفية المنتخب الهولندي كبطل، أعتقد أننا كما فعلنا في السبعينات، وكان في جيل يوهان كرويف كنا رقم واحد في العالم، كان لدينا رود خوليت، كان لدينا فان باستن، والآن وأيضا وبعد ذلك كان لدينا لاعبين ككلويفرت وفان نيستلروي، وفي عام 2014 كان لدينا فرصة قوية، والآن اللاعبين لديهم إمكانيات كبيرة، وكان لدينا وقتها لاعبين رائعين، كان لدينا فاندر فارت ولدينا فان بيرسي، ولكن هذا الفريق ليس لديه نفس النوعية من اللاعبين، ولكن وليس نفس اللاعبين الذين أدوا من قبل للمنتخب الهولندي، الأمر مختلف تماما. أنا لا أعتقد أن الفريق سيفوز، ولكني أتمنى ذلك. هل بتشوف أنه طريقة اللعب أو قدرة لويس فان جال على تنظيم الصفوف، يمكن بعض بيرى انه القرعه خدمت الى حد ما المنتخب الهولندي، لانه لغايه اللحظه ما فيش اختبار صعب جه في طريقه، يمكن الاختبار الصعب كان نسبيا يعني امام الاكوادور، وما لم ينجح في تحقيق فوز، لكن بدايه من الادوار الاقصائيه هيكون على موعد مع الكبار. هل بتشوف انه طريقه لعب فان جال او تشكيله فان جال الاساسيه قادره على انها تجتاز المراحل الصعبه اللي جايه؟ Yes, if you look back to the group. نعم، إذا نظرت إلى المجموعة،
المباراتين أصعب مباراتين ضد السنغال وضد الإكوادور كان أداء قويا، وكما قلت سابقا ربما الجودة التي جودة اللاعبين التي تتوفر الآن للويس فان خال لم تكن كما كانت من قبل، ولكن هذه التشكيلة تحتاج الكثير من المجهود. إذا نظرت إلى البرازيل والأرجنتين وفرنسا وإسبانيا مقارنة بهؤلاء المنتخبات، أتمنى أن نستمر لفترة أطول في البطولة، وإذا صار كل شيء كما نتمنى فأعتقد في ربع النهائي، وإذا قابلنا الأرجنتين على سبيل المثال أتمنى أن نفوز. ياسر، أنا عايز أسأله على كودي جاكبو، مسجل في كل جولة من الثلاث جولات اللي لعبتها هولندا، كل هدف سجله ساهم بفوز هولندا وخلاها تطلع للدور الثاني. لعيب في السن ده 23 سنة مساهم ب 34 هدف، مسجل 16 مرة وعامل 18 اسيست سن 23، هيبقى صعب قوي انه يفضل في صفوف بي اس في. عايز اساله ايه شايفه، طبعا الانديه الكبيره كلها بتبص عليه دلوقتي، يونايتد مرشح بقوه بالظبط، ايه المشروع اللي هو شايفه مناسب ليه انه يقدر جوهره هولندا تبان فيه اكتر ويفيد منتخبه اكتر بعد كده؟ اعتقد انه سيغادر بي اس في ايندهوفن. اعتقد إذا كنت محقا فأعتقد أن كودي جاكبو على وشك أن ينضم لمانشستر يونايتد كما أشيع مؤخرا، فتألقه مع المنتخب الوطني جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية، والأقرب هو مانشستر يونايتد كما يعرف الجميع. فمانشستر يونايتد يريدون مهاجما قويا، يريدون مهاجم أقوى في التشكيلة الحالية ويكون بديلا قويا لكريستيانو رونالدو. فجاكبو لاعب شاب، لاعب قوي، يستطيع أن يلعب تحت إدارة إيريك تين هاج بشكل جيد، فأعتقد أن هذه الخطوة. فرينك ديونج في السنه دي مع منتخب هولندا والمستوى اللي بيقدمه مع لويس فان جال على عكس المستوى اللي بيقدمه مع برشلونه، رغم انه ما لعبش ماتشات كتير مع برشلونه السنه دي بسبب الازمه اللي كانت ما بينه وبين النادي في البدايه، فشايف فرينك ديونج هل هتكون بطوله كاس العالم نقطه تحول في الموسم بتاعه؟ هل شايف ان هو يستمر مع برشلونه ام سيرحل مع الميركاتو اللي جاي؟ نعم أعتقد ذلك، أعتقد أن الأداء اختلف كثيرا عما كان مع برشلونة. هو لاعب بطبيعة مختلفة بجودة مختلفة. أعتقد أنه نعم مما أعرفه أنه عانى وواجه بعض المشاكل هناك، لكنه ليظل هناك. أعتقد أن بعد كل ما حدث هو يظل لاعبا في الفريق، لم يلعب كثيرا ولكن يظل لاعبا كبيرا، ومن وجهة نظري هو أفضل لاعب في المنتخب الوطني. هو يظل شابا رائعا ولاعبا جيدا، فأعتقد أنه يؤدي بشكل جيد الآن وخصوصا اليوم مع المنتخب. إذا استمر هذا الأداء بهذا الشكل الطيب فأعتقد أنه بمناصفة مع كودي جاكبو سيكونان أفضل اللاعبين في البطولة، وأعتقد أنه سيستمر مع برشلونة وسيؤدي بشكل رائع بعد كأس العالم إذا تحلى ببعض الثقة، وإذا تحلى بثقة النادي سيؤدي بشكل جيد مع برشلونة. مين الحصان الأسود في البطولة من وجهة نظرك؟ I think Spain. أعتقد إسبانيا. إسبانيا منتخب رائع، أدى بشكل جيد، ليس لديهم أي نجم كبير كما الحال في الأرجنتين أو البرازيل مع ميسي ونيمار، وكذلك مع فرنسا مع إمبابي، وفرنسا بالطبع لديها الكثير من النجوم الكبار، وإسبانيا ليس لديها الاسم اللامع كما هؤلاء المنتخبات. أعتقد أنهم سيحققون المفاجأة ويفوزون بكأس العالم. أسألك بعيدا عن نسخة 22، أسألك على 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 الكرة الهولندية بشكل عام، سواء كنت بتكلم على أندية أو على منتخبات. حقيقة أنا الكرة في هولندا على مدار سنين طويلة يعني فيها حسيت أنها مدرسة محترمة جدا، يمكن تكون أقرب مدرسة أوروبية
شبها بالمدرسة اللاتينية من حيث الكرة والأداء والمتعة. وعلى مستوى الأداء والنجوم بفتكر، أنا طبعا عارف يوهان كرويف أسطورة الكرة الهولندية، بس أنا مشوفتوش، أنا شفت أسماء زي رود خاليت، زي فان باستن، زي فرانك رايكرد، زي بيركام، مارك أوفر مارس، إدجار ديفيز، سيدورف، روبن فان بيرسي، وغيرهم كتير جدا، ممكن أعدلك أسماء كتير جدا. ورغم الأسماء الكبيرة دي ومتعة وحلاوة الكرة الهولندية وفلسفتها وشخصيتها، إلا أنه الأندية على مستوى الأندية في عجز في تحقيق الألقاب على المستوى الأوروبي، وعلى مستوى المنتخبات في عجز أيضا في تحقيق الألقاب. إيه المشكلة وإيه السر من وجهة نظرك؟ Yeah, that's a very good question. نعم، هذا سؤال جيد. أعتقد أن كان لدينا مرتين أو ثلاثة كنا قريبين من إحراز بطولات كبيرة. أعتقد أن هولندا من أصغر البلاد في أوروبا، وليست دولة كبيرة، ولكن كان لدينا دوما كما ذكرت العديد من اللاعبين الرائعين. ولكن أعتقد أن بقاء هؤلاء اللاعبين في هولندا هو أمر مهم لإحراز البطولات. أعتقد أن لاعبين إذا كان لدينا لاعبين بجودة يوهان كرويف في الدوري الهولندي وفان باستن، فأعتقد أن سنعوض العقلية التي فقدناها لإحراز البطولات. واعتقد اننا كنا لنكون في المستوى الاول في العالم. اذا نظرت الان لالمانيا، هي من افضل المنتخبات في العالم بفضل هذا. واعتقد ان مباراه المانيا ضد اسبانيا في كاس العالم، في نهائي كاس العالم، اثبتت ذلك بالفعل. إذا نظرت إلى 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 أداء إسبانيا ضد هولندا، ضد ألمانيا، أثبت لنا أن الدوري مهم جدا لإخراج منتخب قوي. أعتقد أن هذا النوع من كرة القدم، النوع الهجومي والنوع الدفاعي، يعتمد كثيرا على جودة الدوري العام. واعتقد ان هولندا تستطيع ان تفعل ذلك كما فعلت المانيا من قبل. يعني انا لو مشيت بالقاعده بتاعتك دي، انجلترا المفروض تاخد نسخه كل كاس عالم لمده 10 سنين جايه. بس في جميع الاحوال انا اتمنى لك التوفيق طبعا، وانا بحب الحقيقه المدرسه الهولنديه، بحب الكره الممتعه دايما. هولندا دايما بتعودنا، ونجوم انا يعني ما انساش الحقيقه، ارتبطت بكثير من الاسماء. بس سؤالي الاخير ليك، اذا افترضنا ان هولندا قادره توصل وتنافس على اللقب مثلا للمربع الذهبي، شايف مين من الدور الاول منتخبات قدمت اوراق اعتمادها عشان توصل للمربع الذهبي مع هولندا؟ اختار لي ثلاث منتخبات. Yeah, I think اعتقد the Dutch national team will go to the quarterfinals for sure. And I also اعتقد المنتخب الهولندي بالطبع، والارجنتين والبرازيل. Maybe England. وربما انجلترا ستنافس معهم. اعتقد انها بطوله قويه لهم. اعتقد ان اسبانيا كذلك، واتمنى بلجيكا ان تنافس. ربما كانت بلجيكا قريبه قبل ذلك، ولكن يحتاجون المزيد من الحظ ليتاهلوا لقبل النهائي. فبالنسبة لي الأربع منتخبات التي ستتأهل قبل النهائي، البرازيل، الأرجنتين، وفرنسا وإسبانيا، هؤلاء المرشحين الأقوى ليكون من بينهم بطل العالم 2022. موريس شتاين، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا. مبروك تأهل الطاحونة الهولندية لدور ال 16، ونتمنى لكم الأفضل في مشواركم في البطولة. شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة.